السلام عليكم. اليوم نقف على الأشغال نتاع المارينا الجديدة على مستوى خليج الجزائر، واللي أنا اقترحت التسمية نتاع مارينا باي مارينا خليج الجزائر. هذه تسمية جميلة ومناسبة، إذا نسميها مارينا خليج الجزائر، مارينا باي ألجيز، مارينا باي ألجيز، مارينا باي، لأنه فيه مارينا أخرى في نفس في الخليج نفسه، فيه مارينا أخرى اللي تابعة المشروع نتاع الجزائر مدينة، المارينا نتاع إذا المستثمر دحلي، إذا مارينا ثانية. إذا هذا هو اليوم نروح نشوف الأشغال على مستوى إذا مارينا باي، إذا ألجيز مارينا باي، مارينا الخليج. إن شاء الله يكون فيه تطوير مستمر لهذه المارينا، فيه كثير من الإضافات سيتم إضافها فيما ما يخص التجهيز، وكذلك لازم هذه أمر مفروغ منه، ولازم السلطات المحلية تسمع واش راني نقول. الآن ما فيش فضاء عمومي بدون ظل، ما لازمش يكون فضاء عمومي، خاصة إذا كان فضاء عمومي هذا كبير، والمارينا هي فضاء عمومي قبل ما تكون مارينا تاع البواخر والزوارق وكذا، فهي مكان عمومي ولازم تكون فيه دي سكونابل دي زومبريير، مظلات على طول المارينا. في كل مساحة لازم تكون مظلات بشكل جميل بالخشب، وتكون في مكان مدروسة وتكون كثيرة. لازم نشر هذه المظليات في كل الفضاءات العمومية، وحتى في الحدائق وكذا لازم تكون المظلات هذه، يا إما تكون بالخشب، مظلات مصنوعة بالخشب، يا إما تكون بواسطة غرس أشجار اللي تدير الظل. لازم تكون فيه أشجار كثيفة دير الظل في كل الحدائق العموميه، ما كاش حديقه عموميه بدون ظل، هذا نتفقوا عليها، نتفاهموا عليها من الان. ما لازمش ندير فضاء عمومي، ندير مسطح وبدون ما ندير اشجار تاع ظل. اذا كان فضاء عمومي صغير، مساحه صغيره معليش، بصح اذا كان مساحه كبيره، الانسان يتوغل في مساحه كبيره يمشي فيها ومن بعد ما يلقاش الظل، هذا شيء ما. إذا لابد في هذا الفضاء العمومي اللي رانا نشوفوا فيه، اللي هو إذا مارينا خليج الجزائر، واللي جميلة أصبح يعني التصميم تاعها رائع، بغض النظر عن الفينيسيون اللي كنا قلناها في عدة مناسبات، أن الفينيسيون يا خويا صالي سا ديزيري، الفينيسيون كان مكان، هذه نقولوها ونعاودوها. إذا نخليكم تتابعوا هذا التقرير عن الموضوع. والسلام عليكم. هكذا هي صور مشروع توسعة منتزه صبلات من علن، صور تظهر جمال خليج العاصمة وتؤكد الإرادة القوية في إنهاء هذا المرفق الحيوي الهام الذي تتواصل الأشغال به في أشطره المتبقية، بعد تحويل أجزاء كبيرة من مياه البحر إلى أرضيات تجسد عليها المرافق الجديدة للمنتزه. فيما يخص الأشغال البحرية، وفرت شركة موارد مادية من جرافات هيدروليكية ورافعات شاحنات، وهذا كله لاستقبال حوالي 200 متر كوب يعني من الخرسانة يوميا، بالإضافة إلى 2000 طن من مختلف أصناف الحجارة. منتزه صبلات بالجهة الغربية، وبعد الانتهاء من كل مرافقه الساحرة كرصيف البحرية بطول يمتد 120 مترا، سيكون وجهة لعشاق الرحلات البحرية. كاين دو ميثود دو رياليزاسيون، كاين يعني لا ميثود يعني كاين طريقة على لا تير فيرم يعني تيراست، ونجيبوا لو توفنون دو كارير اللي عيطوا له هاد لو رومبلي، يعني سي ماتيريو نوبل اللي يقاوم البحر، نرموه ونمشوا للبحر، ندخلوا للبحر. وكاين طريقه بحريه، هذه طريقه بحريه نستعملوها في المشاريع كي تكون كبرى، يعني هذا لو رومبلي وهذا توسكي لي زيليمون تاع لي طرافو ماريتيم نرموهم بغواصات من البحر. منير واحد من الشباب المستفيد من مشروع التوسعة، فتح محله الجديد ليكون مصدر رزق له ولعديد الشباب. كبداية مشروع مليح،
دوكا كيفاش انا نشوفو دوكا مشروع مليح. انا قدمت ولي ميور بلاصه اون الجيري هكذا، شغل ما راحين يديرو بور جديد لهيك، يجيبو بوابر الاخر، كاين تروا بلا شابين. اون بلاص اكستراوردينير ا ديكوفرير، كي تجي لهنايا تجي اون فامي، تجي مع ولادك، تجي مع سمو، فريمون حاجه فريمون شابه. شغل تريح علاز البحر، تشوف تلقى كلش، تحس روحك الاز هنا وسط البحر. كاين البوابر تماك داروا توسع شابين، خلاوها تكون بلاصه الاز. عندهم هنا ذو الحوانت. هي اللمسة الأخيرة لاستكمال هذا الشطر، والتي تستخدم فيها كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإنهاء الأشغال وبنظام المداومة. بالنسبة للأشغال اللي نديرهم في الليل، في الليل أنا نخدمو نصبو في البيتون تاع ستان بيتون كولوري سيدي بيستيكلاب، مخصصة لشغل اللي يمشو فيها الناس ولي فيل اكسيتيرا. وعندنا دي سباس انا نخدموا فيهم البافي، البافي سي دي سباس بيتون توجور لازم بيتون. وميم طون عندنا دي جاردان، دي جاردان، دي جاردان نعمروهم بالتير فيجيتال، سي دي نعمرو بهم بالتير فيجيتال. مساحات خضراء، العاب للترفيه، ملاعب وغيرها من المرافق سيكتشفها الزوار بالمنتزه لتصبح وجهة لعديد الزوار. خلق فضاءات نزهة، فضاءات مساحة خضراء، تم كذلك إنجاز ميناء للنزهة بسعة 400 مركبة. هناك كذلك مساحات لركن السيارات من الجهة الشرقية والغربية. هناك كذلك قمنا بإنجاز معابر للراجلين، وكذلك مرافق عمومية، إنارة، كل ما يحتاج له المواطن الجزائري. جوهرة العاصمة صبلات تزين واجهة الجزائر، وتؤكد من يوم لآخر أنها استثمار متعدد الجوانب يجمع مختلف أطياف المجتمع بخليج مزغن الواسع.